السلام عليكم البنات، كي دايرين حبيبات؟ انا جيت معكم عاوتاني فيديو جديد ان شاء الله. غندير معكم ان شاء الله واحد الوصفه هائله بمسمن عامر. جيتكم وصفه خفيفه ظريفه اقتصاديه ان شاء الله، غير البصله. كنديروا غير بصله حريف ولا بصله عاديه، واحد جوج فصول ديال الفلاحه حاره. عندكم الفلاحه حاره ديروها، ما عندكمش بلاش. عندنا قزور معدنوس ان شاء الله، غنطحنوا كل شيء. هاد الماكينه ما عندكمش ديروا هاشوار، ما كاينش هاشوار، غير شلدوها ماشي مشكل. وان شاء الله انتما معايا ان شاء الله نديرها في الماكينه ديالي. كنقطعها كلها، هي نقطعها قطع عشوائي. جيت معكم بواحد المسمن اللي هو خطير في الفران، ديروه فطور قوتي عشاء، كيجي زوين اقتصادي، ما فيه لا كتالة والو. نتمنىكم يا ربي ان شاء الله توصل الفكره ديالي لكم. انتم معايا نطحن البصله ديالنا ونرجع معكم ان شاء الله يا ربي. نشدو القزبر ديالنا، كنحتاجو نديرو حتى هو، نديرو البصله ديالنا، كنشدو الفلفله، كنحيدو ليها هاد الراس، نحيدو لها بحال هاكم. شتو نتمنى تبان ليكم الكاميرا. كنديرو على الطريقة، لي بغا يدير الفلفلة يديرها، لي مبغاش يديرها ميديرهاش، على حسب. لي عندو الوليدات الصغار مكيبغيوليش الفلفلة، ميديرش الفلفلة، ولا ديالنا تيبغيوليها الحار، ما عنديش مشكل. كنطحن هادشي على حساب الصداع، نطحنها ونرجع معاكم. بعد ما طحنت كلشي ديالنا كيجي على هاد الطريقة، شتوها؟ خوينا كلشي، ها البصلة ديالنا شاك تجي ان شاء الله. هانتوما معايا ندير العطرية البنات، تقاد ليا لي بزار، غنطحن البزار ان شاء الله. ها هو تنطحنو غير في الدار، و التوابل ديالي، التوابل ديالنا عندنا الكمون، عندنا شكنجبير، عندنا فلفل مطحونة، عندنا الابزار، عندنا شوي ديال السودانية، وعندنا قبيصة ديال الزعفران. هو عندنا زعفران ابزار، هذا عندنا زعفران ابزار، فلفلة حارة اللي هي السودانية، تحميرة كامل ان شاء الله. لوحو كلشي التوابل ديالنا، وعنديرو شويه ديال الزيت بلديه. ما عندكم زيت بلديه ديروها ضيفوها، ما عندكمش ديرو الروميه ان شاء الله. ردوا هادشي يتقلى يطيب، ارجع معكم شكلها تجي هائله. وعندير قبيصه الملحه، غادي ندير واحد 4 الوراق ديال سيدنا موسى، ها هما نوريهم لكم. غنديرهم ان شاء الله
البصله ديالنا. غنشد هاد الزبده ديالنا غندوبها. هادي هي باش بغيت نطلق العجينه ديالنا. شوفو جميلة انت بتطيبي معايا صافي. ارضى ان شاء الله، ارضى ان شاء الله هتذوب. دابا ان شاء الله غادي نقدم معكم العجينه ديالنا في المسمن، تقولوا في العبار، العبار ديال الدقيق كيلو ونص، نص كيلو فينو، كيلو فورس. ها هو عندي قبيصه ديال خميرة في شوية باش نكتر، وندير الملحة على حسب الدق قياس ديالنا، عبارنا ميزاننا صافي. ملحة وشوية قبيصة الخميرة وندير الماء. البنات كنقول بسم الله في خاطري، واخا ما كتسمعونيش، لا بعد الفيديوهات ما كتسمعونيش، راه ما كنقولهاش، راه كنطبقها في خاطري. الله يجعلنا يسر لكل واحد. يلا البنات نجمعنا جينا، اخوتي خواتاتي والحبيبات ديالي الكبيدات المتتبعين ديالي، نجمع العجينه ان شاء الله يا ربي، ونرجع معكم. الله يحفظكم ليا، الله يسر لكم من القلب، والله من القلب اجعلوني يسر لكم كاملين. انتما البنات راه ما تنبغي نفوت عليكم حتى حاجه، كنبقى كنبقى ندخل الماء بشوي بشوي باش تجينا مخية. وخا تبان ليكم بحال جرات، تبارك الله نتوما تتحكمو فيها. عندي العجانه ما تنبغيش نخدمها بزاف، كاين اللي مسكين ما عندوش الله يكون في العوان، تيشوف الحاجه كديرها بالعجانه ما كيقدرش يطبقها. لكن الله يخلي لنا القصريه وليدياتنا. نزيد ان شاء الله واحد جوج رشات الشاكي ديال هادشي. دابا نوريكم كي تجي باش ما يجيكمش الفيديو طويل تمله. البنات ها هي العجينه ديالي، شوف الكرخه جلدها الشاكي تجي هانتوما بحال الشفنج، شتوها تكون فليد تتلصق، شتوها البنات بهذه الطريقة. نديرو الزيت،
يلا كتجي البنات على الطريقه، نخليها واحد شويه ترتاح عاد نجي نقطعها معكم. شتا البنات كتجي هاك، هانتوما شتو طريقه العجينه كتجي. ما كنبغيش نخبي عليكم حتى شي حاجه باش ما تقولوش راه ما وريتكمش. ونتمنىكم ما تنساونيش باللايك كومونتير، لكن تستاهل كومونتير كتبوا لي الله يعطيكم الستر، وتفرجوا لي في الفيديو حتى الاخر الله يحن عليكم. راه كتنساو لي داك الصويع، وراه القناه ديالي بدات تهبط بزاف، هبطات ماشي يلا بدات تهبط، هبطات ليا من الموت ديال الاب ديالي هبطات. هادشي اللي كاين، وهذا خصكم عليا والله يحفظكم ليا. هانتوما معايا، نتمنىكم تشجعوني تشجعوني بزاف بزاف، راه كنتسنى الدعم ديالكم هو اللي ان شاء الله يزيد نوريكم بزاف الحوايج. يلا انتما معايا الحبيبات، هيا بعد ما ذوبنا ديك الزبده ديالنا على الطريقه، كنشدو التحميره ها هي، وكنخويها على هذيك الزيت، كنخويها ديك التحميره ديالنا هادي باش نرقو العجينه. البنات تجي واعرة صراحة، هادي ان شاء الله باش نورقو العجينة ديالنا. هيا بعد ما خلينا العجينة ديالنا ارتاحت واحد القسم، هاي شتيها كي جات، غدير هاد الميكا باش مديناش ديك الجلدة الفوقانية، تجي هائلة ان شاء الله. ندير الميكا لتحت، نقطعو العجينة ديالنا، غنديرو ان شاء الله شوية ديال الزيت في يدينا، غندير الزيت بسم الله. ملي تكون بلوكا وتجي خيا كتلعب لك في يدك كي بغيتيها على الطريقه. نمشيو على الطريقه ونرجع معكم ان شاء الله. انتما تبارك الله كلشي تعرف يخرج العجينه على هذا القياس حتى انتما القياس اللي حبيتو بغيتوه راه كديروه على حسب الطاوط اللي عندكم في الفران. ها هي البصله ديالنا بعد ما طابت، ها هي شتيها تجي العجينة ديالنا، نطلقوها على الطريقة. ما شاء الله سير مميل،
العجينه كتمشي ساهله وما تتقبش. شتيها هاي القطعان تتابع لكم اسكت غالي نديرو هنا بحال هاد الطريقة صافي تنديرو فيها أربعة كل وحدة تنديرو فيها أربعة ونحيدو هاد لا تحت في يدينا الوراق سينو مزيان تنحيدوهم و جوج ما كنديرو فيهم والو ما شاء الله ما بغيتش نقطع عليكم الفيديو مطرقوهاش بزاف ندير ليها هو بعد مما تندير سميتهم جوج خاوين كندهنهم بالزبدة باش ندهنهم كنمشي على الطريقة الطريقة يا بابا صافي نخليها شوية ها هي المسمنة الثانية كملتها العمارة ديالها غنوريكم كي تندير هاد المسمنات الاخرين غنبقاوهم غير شويه ما كنبقاوهمش بزاف غنخليهم شويه غلاض كندهنوهم بالزبده وكنشدو العمارة ديالنا كملتي
باقي. قولي مع زوج جعلات سوفيا تسمعتو، ونشدها وندير بحال هادي عندهم ها ترخات ترخات جلودها، شفتوها نديروها في اللاطة. كيجي واحد المسمن خطير وحق الله، كيجي واعر. أيا بعد ما طرخات شوية نجيب الميكرون نحط الأخرى الشهادات، كنديرو الزيت في ديلا كنبغي نحطها شهادات شي بوحدة. هاد اللون باش يجي كوما المسمن الاحمر، اللي بغا يدهنو بالبيض يدهنو، انا ما عادش ندهنو بالبيض، انت نكتفي بهاد الزبدة. ان شاء الله ندخلو من الفران، وبعد ما طيب غنخرجها معكم وتشوفوا كي جات. يلا تابعوني الى الاخر. يلا الحبيبه ديالي هيا بعد ما طابت من الفوق غنقلبها ان شاء الله نشوف واش طايبه، الا ما كانتش طايبه شويه مقرمله نعاود ندخلها الفران. هانتوما بعد ما قلبتها باقي واحد شويه ندخلها للفران. هو بعد ما كملنا الطياب المسمنه ديالنا كتجي على الطريقه، نقطعها معكم. بسم الله سمعوا القرمشه، هانتوما سمعتوها يجي واعر. سخون سخون سخون، كي تيجي كيجي على هاد الطريقة. أنا قطعت معاكم واحد الطريف، هاهو كيجي خطير. شوفوا الملح لا كي تيجي. إيوا مخبيت عليكم شاي، واحد الكاس تاع تاي رزطو. وما تنساونيش بلي لايك بارطاج الفيديو. نتمنى نكون وصلت لكم واحد الحاجه زوينه اللي خطاكم عليا. ما تنساونيش من التعاليق بارطاج بارطاج، الله يسهل عليكم يحميكم الوالدين. وشكرا بزاف بزاف اللي خطاكم عليا، واللي ما مشاركش في القناه فاميلي اوفيسيال ناديه
مرحبا بي عندي، واللي مشارك في القناه راه دردرهم واللي ختم عليا والله يكبر بهم. وشكرا، الى فيديو قادم، الى اللقاء، مع السلامه، باي باي.